القوات العراقية تحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى سوريا وتلقي القبض على 13 إرهابيا. ومجلس النواب العراقي يطالب وزارتي الدفاع والداخلية بضرب مجاميع الإرهابيين الهاربين من مطاردات الجيش العربي السوري بيد من حديد. في الوقت الذي تمكنت فيه القوات المسلحة العراقية من اعتقال 13 إرهابيا وإحباط محاولة تهريب أسلحة إلى سوريا، حث مجلس النواب العراقي وزارتي الدفاع والداخلية على تجديد الرقابة على الحدود السورية العراقية ومنع تدفق قطعان الإرهابيين من وإلى أي من البلدين. ففي عملية تمشيط للحدود السورية العراقية ضبطت قيادة عمليات الجزيرة والبادية شحنة أسلحة ضمت العشرات من البنادق الرشاشة والبي كي سي أثناء محاولة تهريبها إلى سوريا في منطقة جبال سنجار، كما فجرت سيارة محملة بالأسلحة وقتلت 3 من الإرهابيين على متنها. وفي قضاء بلد وناحية جرف الصخر اعتقلت القوات الأمنية 13 إرهابيا من تنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية. وشدد مجلس النواب العراقي مطالبته القوات الأمنية العراقية بضرب الجماعات الإرهابية الهاربة من ملاحقات الجيش العربي السوري بيد من حديد قطعا لدابر إجرامها في القطرين الشقيقين. أنا أدعو الحكومة العراقية والحكومة السورية إلى تشكيل جهات تنسيقية أمنية على الحدود وكذلك جهات مشتركة لغرض تعميم أسماء هؤلاء الإرهابيين الذين استطاعوا النفوذ من خلال الحدود العراقية السورية إلى داخل العراق أو إلى داخل سوريا ومتابعتهم بلجان مشتركة لإلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى المحاكم التحقيقية ليأخذوا جزائهم بما فعلوا من عمليات إرهابية. تخطيط عالمي لتدمير العراق وسوريا، وقد تكون هناك دول أجنبية مشاركة في هذه العملية لعدم تمكين بالحقيقة سوريا من البقاء وتدمير البنية التحتية لسوريا وكذلك البنية التحتية إلى العراق. وفي استمرار جرائم المجاميع الإرهابية في العراق، أدى انفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق حي سومر وحمام العليل وقبر العبد في محافظة نينوى إلى استشهاد جندي وإصابة 5 بينهم ضابط، فيما عثرت شرطة نينوى على 5 جثث لرجال قضوا رميا بالرصاص جنوب الموصل. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد،